حساب لنا. لعبنا احنا مع بغداد في الملعب يوم كان غالبيننا، وبعدين انقلبت وغلبناهم، طقونا في الملعب، هدوا الكلاب علينا وانتم كرام، هدوا الكلاب علينا ويا الله طلعنا بانفسنا نفسنا، والملعب الحكم طقونا قال بس الفقير ودوه شالوه بالاسعاف. فكان الفريق يعني بس غير المدرب لاعبين وثلاثه تغيرت اللعب كله. صدق ناصر غانم جاب هدف براسه، سلسله الاقوال ورا بعضها. هم شايفينهم معاي، وهذا الجمهور الكويتي سعيد هو اللي راح يسنتر الكره وحكى المباراه وسنترت واللعبه على طول تطلع الكره في عادل الضير، لعبها قدام خطره، جول 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 اللعب مو معقوله. فيصل الدخيل، ياسم يعقوب، بلنتي ضربة جزاء، جول جول تسجل جاسم يعقوب من ضربة جزاء في الدقيقة 24، في الدقيقة 24 جاسم بيسجل، بيلعبها لمحمد كرم، كرم بينقلها تلعب الراس، جول الله، منتخب الكويت الوطني، كرة ملعوبة فتحي صلاح ولعبها لاعب في مرشوف، توصل لناصر الغارم، ناصر الغارم سقطها على رعد حمودي، جول فتحي كميل، وبيحدي فتحي وبيجاوبها جاسم، جول جول جول، الله اكبر، جول مو معقول فتحي جميل وجاسم يعقوب، مو معقول، جول وناصر الغانم كرة ملعوبة، ويصفر حكم المباراة. مبروك الكويت، مبروك للشيخ فهد احمد رئيس الاتحاد الكويتي، ومبروك لكل الكويت. هذه النتيجة، منتخب الكويت الوطني دخل تصفيات موسكو، منتخب الكويت الوطني مغلوب 2-0 بعدين 3-2 في استاد الشعب الدولي، منتخب الكويت الوطني 2-0 الشوط الاولاني. مبروك للاتحاد، مبروك للجميع، مبروك لمنتخب الكويت الوطني. هذه النتيجة 3-2 لمنتخب الكويت الوطني، بعد ما كان 2-0 الشوط الاولاني صار الشوط الثاني 3-0 منتخب الكويت الوطني، 2 منتخب العراق.